السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ عساكم خير. وصلنا لكم اليوم بشرح جديد حق طريقة تحميل لعبة GTA V على المجانية من متجر أبيك جيمز. طبعا الطريقة راح تتطلب تحميل ملفات اللي هو متجر او ابليكيشن او لانشر تبع ابيك جيمز والفي بي ان اللي راح نستعمله هني بيكون الهوت سبوت. انزل نبتدي اول شيء شلون نحمل الهوت سبوت. تروح على جوجل، اوكي، تكتب هوت سبوت شيلد، تضغط عليه، من يفتح لك تدخل عليه وتحمله، او تبي تختصر الموضوع في بي ان داونلود، طق انتر على طول راح يطلع لك وتحمله. في حال انك واجهت اي مشكله مثل ما قاعد تواجهني، لان الموقع محظور عندنا في البحرين، راح اوفر لكم هنا روابط تحميل حق الفي بي ان. زين، هاي شغله. الشغله الثانيه نحتاج اللي هو اللانشر. هذا تحصله بعد نفس الطريقه، تروح على جوجل بس تكتب ابيك جيمز، اوكي، لانشر داونلود، تمام، تدخل عليه راح يقول لك ويندوز ماك، هو اوتوماتيك مفترض يعني يتعرف على جهازك ويحمله. شو هني قاعد يحمله، بس انا لاني اوريدي محمله فما راح احمله مره ثانيه. اول ما ينزل عندك راح يكون بهالطريقه، تضغط عليه ضغطتين ران، تنتظر شوي تثبيت، تنتظر لما يخلص. هني بيطلب منك البرميشن، السماح للتثبيت، تنتظره يثبت. مثل ما انتم شايفين هني انا اوريدي مسجل دخولي اوتوماتيك، فانا ايش بسوي؟ بسوي ساين اوت. انزين احنا وصلنا حق هذه المرحله. الحين من هذه المرحله شلون احنا نقدر نسجل دخولنا؟ عندكم طريقتين. الطريقه الاولى انك تدخل على واحد من هالبرامج زين وتسجل دخولك. ما حبيت تبي تسوي لك حساب جديد، شيء راجع لك. تضغط هني وين ساين اب، اوكي، وتسجل دخول وتحط معلوماتك وتسجل دخول ويوصل لك التفعيل على الايميل وكل شيء اذا اوكي على طول. بس انا احب اختصر الموضوع فنروح على موقع كونتينيو، ومن يدخلك هني على طول تروح على الستور، اوكي، عندك الخيار تكتب هنا في السيرج او تطلعها من هنا. تقدر تكتب جراند ثيف اوتو في او تضغط عليها، يطلع لك this product currently unavailable in your region. انزين عشان تغير region اول شيء عندك خطوتين. الخطوة الاولى تروح هنا على الاسم وتروح على manage account، اوكي، وتروح على الدولة هني وتغيرها الى امريكا، اوكي، تضغط حفظ التغييرات. انا اوريدي حاطه على امريكا فيعني خلاص.
زين نروح على ايبك جيمز مره ثانيه بنشوفه بعد طالع لنا هذه المسج. ليش؟ لان ما سوينا الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هي تثبيت الفي بي ان. نفتح الفي بي ان ران نسكر البرنامج طبعا مال ايبك جيمز نسوي له انستول مثل ما انتم شايفين صار الانستول نطق سكيب تابع بالاساسي. الاساسي بيكون مجاني هذي بيكون المتميز 7 ايام بريميوم whatever ما نحتاج احنا بنستخدمه مره واحده وبعدين اللي يبي يمسحه يقدر يمسحه. نضغط على تابع بالاساسي يقول لك تبي الاوفر قول له ديكلاين ما نبي شكرا عفوا. نضغط على الزر هذا وراح يشتغل انت متصل هني طلع لي زين. البيسك يوديك على امريكا يعني لا تحاتي انه هو يوديك على دوله ثانيه. زين الحين شنو الخطوه الباقيه؟ نرد نفتح التطبيق اللي هو تبع الابيك جيمز. عندكم خيارات وايد تبون تفتحونه من الستار تبون تطلعونه من الديسكتوب كيفكم بس خلنا نفتحه من هني. ندخل على اللعبه مره ثانيه هني بيسألك this game حق 18 سنة فما فوق. إذا أنت كنت فوق 18 سنة تضغط continue تروح هني تضغط راح توصلك على هذه الصفحة وتضغط install وتحمل عندك اللعبة على طول. بس خلصنا. سهل ولا مو سهل؟ يلا يعطيكم العافية وأتمنى أن الشرح كان وافي وإذا عجبكم حطوا لايك كومنت. الروابط راح أحطهم تحت. إذا في أي شيء عندكم أي سؤال لا ترددون سألوني إن شاء الله راح أجاوب على كل أسئلة. كانوا ياكم أخوكم فهد الدوسري من جيمرز بي. إن شاء الله استفدتوا. مع السلامة.